أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز شد الرحل والسفر إلى الصلاة على الميت كأن يكون شيخا أو قريبا أو ذا رحم؟ لا، ما يسافر من أجل الصلاة على الميت، ولكن يدعى له، يدعى له، تدعو له وأنت في مكانك. وإن كان له شأن في الإسلام كالعلماء فيصلى عليهم صلاة الغائب، بإمكانك أنك تصلي عليه صلاة الغائب إذا كان له شأن في الإسلام. وأما غير من له شأن في الإسلام كسائر المسلمين هذا يكفي الدعاء له، ولا تسافر من أجل الصلاة عليه. نعم.